بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن Select by Attribute، وهنعرف ايه هو Select by Attribute، ويعني ايه Select by Attribute، وايه هو الاستعلام او الكويري، وايه هي انواع الاستعلام اذا كان استعلام نصي او استعلام رقمي، وايه هو الاستعلام البسيط، وايه هو الاستعلام المركب. Select by Attribute ده عبارة عن اختيار او استخراج او استعلام عن مجموعة من الظواهر او السجلات الموجودة في الاتريبيوت تيبل باستخدام شرط او اكتر من شرط. البيانات اللي بحصل عليها بعد لما بطبق الشرط بيتم تخزينها في طبقة جديدة، وفي الحالة دي انا عملت شيب فايل او اكتر من شيب فايل اصلا موجودة عندي، وبالتالي الاستعلام مفيد لانشاء مجموعة جديدة من السجلات بطبقات شيب فايل جديدة. الشرط اللي انا بكتب بيه السليكشن او اللي انا بكتب بيه الاستعلام بيسمى بيه الكويري اكسبريشن او تعبير استعلامي. ازري معرفة الكويري اكسبريشن ان هو استخراج جزء من مجموعة من الفيتشرز او مجموعة من الريكوردز المتخزنة في الاتريبيوت دي. لغة الاستعلام او ما يسمى بـ Structured Query Language هي المبني عليها Select by Attribute. اذا عشان انا اطبق Select by Attribute بكتب الشرط او بكتب الاستعلام بلغة الاستعلام المعروفة بـ Structured Query Language، ودي لغة قواعد بيانات، لان اصلا الـ Attribute Table زي ما احنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة ان هو ما هو الا قاعدة بيانات جدول وانا مخزنة فيه بيانات خاصة بالفيتشرز الموجودة عندي. اذا عشان انا اكتب شرط او ان انا اعمل select by attribute لازم ان انا اكتب شرط بلغة قواعد البيانات او ما يعرف بلغة الاستعلام البنائية او structured query language. بتتنطق يا اما SQL يا اما بتتنطق SQL اختصارا ل structured query language. برضو ازري معرفاها ان هي اللغة اللي انا بستخدمها عشان اكتب شرط واحد او اكتر من شرط، بحيث ان انا اطلع مجموعة من الفيتشرز او مجموعة من الريكورد، وبكتب الشروط دي باستخدام مجموعة من الاتريبيوت زي ما هنشوف دلوقتي او الاوبريتورز، او حتى ان انا اعمل مجموعة من الحسابات لما بدخل على الارك جي اي اس وبعمل select by attribute وبنفذ select by attribute بيطلع لي الديالوج بوكس ده. الديالوج بوكس ده مكون من 5 اجزاء رئيسية. الجزء الاولاني فيه كذا اختيار. الاختيار الاولاني ان انا اعمل create new selection، يعني انا هكتب شرط او اكتر من شرط وكل مرة هيطلع لي نتيجة جديدة. لو انا اخترت add to current selection اذا الشرط او الاكتر من شرط اللي انا هكتبه كل مرة هيتضاف للسيليكشن الموجود عندي. ريموف من الكرنت سيليكشن، عندي سيليكشن هبتدي اشيل منه بعض الريكوردز اعتمادا على الشرط اللي انا هكتبه، يمكن ده هيوضح في الجزئية العملية. الاختيار الرابع اللي هو select from الكرنت سيليكشن، اختيار من السيليكشن اللي انا عاملاه. انا عاملة شرط طالع لي مجموعة من النتائج، هعمل استعلام جوه النتائج اللي انا مطلعها وليس على كل الاتريبيوت تيبل، لا على النتائج اللي انا طلعتها من الاتريبيوت تيبل. زي ما احنا شايفين هنا الجزئية الاولانية اللي احنا اتكلمنا عنها. اما الجزئية الثانية فلو انا دلوقتي بعمل select by attribute يعني اعتمادا على اتريبيوت تيبل، فدي الحقول او الفيلدز الموجودة في الاتريبيوت تيبل. طيب الجزئية نمرة 2 دي القيم اللي متخزنة في الاتريبيوت تيبل، يعني مثلا لو انا هنا هتكلم مثلا على البوبوليشن فانا هلاقي هنا كل قيم البوبوليشن اللي متخزنة في الفيلد ده. لو انا هتكلم على الديستريكت فهلاقي هنا كل القيم كل القيم المتخزنة في الديستريكت. اما الجزئية رقم 4 دي الاوبريتورز اللي انا بستخدمها في كتابة الشرط، بتنقسم الى اوبريتورز او arithmetic operator او logical operator، دي هنشوفها بعد شوية. الجزئية الاخيرة او الجزئية الخامسة هي مكان كتابة الشرط.
الشرط بيتكتب في الجزئية دي. طيب بالنسبة للأوبريتورز أو الكيباد اللي كانت موجودة عندنا، بتنقسم فيها الأوبريتورز لكذا نوع. أول حاجة الأرثماتيك أوبريتورز أو الأوبريتور الحسابية الخاصة بالحسابات، اللي هي البلس والماينس والستار اللي هي مالتيبليكيشن والديفيجن القسمة. الأوبريتورز الثانية أو ما يعرف بـ الريليشنال أوبريتور، اللي هي الإيكوال والأكبر من والأصغر من والأكبر من أو يساوي، بتتكتب بالطريقة دي في الأرك جي إس. والأقل من أو يساوي بتتكتب برضو كده، والنوت إيكوال بتتكتب كده. أو اللوجيكال أوبريتور أو ما يسمى بالأوبريتور المنطقية، اللي هي الأند والأور والنوت، الأند والأور والنوت. وفي أوبريتور ثانية اللي هي الإيز والإين والنال وكمان اللايت، وعندي الأندر سكور والبرسنت، ودول هنشوفهم إزاي بيتكتبوا بعد شوية. الاستعلام يا إما بيتم على string حقول نصية أو على حقول رقمية، وبالتالي أنا عندي استعلام نصي أو استعلام رقمي، وعندي استعلام نصي يكون بسيط أو مركب، واستعلام رقم بسيط أو مركب. الاستعلام البسيط عموما هو الاستعلام المكون من شرط واحد، أما الاستعلام المركب هو الاستعلام المكون من شرطين أو أكثر. نبتدي بالاستعلام البسيط. الاستعلام البسيط لو هيتم على النصوص أو على الحقول اللي فيها كتابة النصية، لو لغة قاعدة البيانات أو لغة الاتريبيوت تيبل هي لغة إنجليزية، يعني الداتا متخزنة بالإنجليش، فالحالة دي هتفرق معايا حالة الأحرف من إذا كانت كابيتال أو سمول. إذن السيلكت باي اتريبيوت هو كيس سنسيتيف، يعني بيتأثر بحالة تخزين الأحرف. عشان أكتب استعلام نصي بسيط، يعني كتابة، يعني string، يعني text، في الحالة دي لازم أستخدم السنجل كوت عشان أكتب الشرط. طيب هيتكتب إزاي؟ نشوف الشرط هيتكتب إزاي. لو أنا هعمل استعلام، طبعا الاستعلام هيتم على الحقول المتخزنة بالعربي، وهيتم على الحقول المتخزنة بالإنجليزي. لو الداتا بتاعتي متخزنة بالإنجليش وأنا عايزة أطلع كل الريكوردز الاسم الحي بتاعها عمرية، هتتكتب district equal، وأحط السنجل كوت اللي احنا اتكلمنا عليها، وبعدين أحط اسم الفيلد، يبقى هنا هيطلع لي جميع الحقول اللي فيها حي العمرية. طب دي الإيكوال، طب دي نوت إيكوال، دي معنى كده طلعني أو استخرج لي كل الديستريكت التي لا تساوي العمرية. نفس الحكاية لو كتبتها بالعربي، الحي لا يساوي العمرية ما بين سينجل كوتس. الاستعلام النصي البسيط لو احنا جينا كتبناه أو عملنا فيه أو طبقنا السيلكت باي اتريبيوت على الاستعلام النصي البسيط، فأنا قلت له هنا هات لي الديستريكت تساوي، ودي القيم بتاعت الحقول، هختار منها العمرية وهضغط على أبلاي، هبص الاقيه طلع لي كل الديستريكت التي تساوي عمرية وساب كل الباقيين. إذن هنا عمل سيلكت، أهو سيلكت من الاتريبيوت تيبل، سيلكت باي اتريبيوت، سيلكت من الاتريبيوت تيبل باستخدام لغة كتابة الشروط أو السيكوال اللي اتكلمنا عنها في البداية. وبرضو لو هنا الحقول متخزنة بالعربي، أنا أقدر إن أنا أستعلم عنها واستخدمها عادي، مفيش مشكلة. لكن بالنسبة للإنجليش يهمني حالة الأحرف، لو أنا كتبت هنا كلمة العمرية small a وجيت أدور مفيش، مش هيطلع result. هي الحرف الأولاني هنا capital، يبقى أنا لازم ألتزم وأنا بكتب الشرط ان هو يكون الليتر الاولاني كابيتال ليتر. ما بستخدمش الايكولو بس او النوت ايكولو بس، لا ده انا ممكن كمان مع الحروف، مع النصوص او مع السترينج او مع التكست، اقدر ان انا استخدم اكبر من واصغر من
جريت اكبر من او اصغر اكبر من او يساوي واصغر من او يساوي. طب لو انا كتبت الديستريكت اكبر من او يساوي غرب، يبقى في الحاله دي النتيجه هتبقى صح ولا غلط؟ لا، الشرط هيكون صح والنتيجه طلع لي او استخرج لي او حدد لي كل الفيلدز اللي هنا اللي في العمود ده اللي القيمه بتاعتها اكبر من او يساوي غرب. القيمه هنا بمعنى اللتر الاولاني هنا جي اللي اكبر من او يساوي حرف الجي، وبالتالي هنا استبعد حرف الاي واستبعد حرف البي لان هما قبل حرف الجي. انا عايزه حرف الجي فما فوق، يبقى في الحاله دي جاب لي الام وجاب لي الاس وجاب لي الدبليو وجاب لي الجي. يبقى هنا الديستريكت اكبر من او يساوي غرب، هات لي كل الريكوردز اللي اسم الديستريكت فيها يبتدي من حرف جي فما فوق، يعني كأنه ترتيب تصاعدي وتنازلي ويطلعه في صورة سيليكشن. برضو لو أنا هنا في الاستعلام البسيط الخاص بالنصوص ممكن أستخدم الكيورد لايك. الكيورد لايك بستخدمها بدل اليساوي. فلو هنا عايزة أدور على مثلا مجموعة من الحقول اللي بتحتوي على كلمة معينة بس مش فاكرة فيها غير حرف أو حرفين، فلو أنا عايزة أستعلم عن مجموعة من الحروف بستخدم علامة البرسنت، لو أنا بدور على حرف واحد بستخدم الأندرسكور. بيتكتب الشرط إزاي؟ بيتكتب district like وحط السنجل كود، لأن اتفقنا إن هو نص يبقى لازم يتكتب ما بين سنجل كودز، وبعدين احط مجموعه الحروف اللي انا فاكراها، وبعدين احط البيرسن ساين اللي بتعبر عن مجموعه من الحروف الثانيه. او لو هنا انا فاكره الحرف الاولاني وكابيتلز زي ما اتفقنا، وبعدين في حرف انا مش فاكراه حرف واحد بس، الحاله دي انا بستخدم الاندرسكور واحط الحرف الثالث وبعدين مجموعه من الحروف. يبقى هنا انا بقول له هات لي او اختار لي او استعلمني عن كل الحقول اللي بتحتوي على كلمة بتبتدي بحرف الام وبعدين حرف تاني وبعدين حرف ان وبعدين اي عدد من الحروف. طب نشوف هتتكتب ازاي على برنامج الارك جي اي اس. ادي الاتريبيوت تيبل وادي سيلكت باي اتريبيوت. باجي هنا بعمل كليك على الديستريكت واقول له ديستريكت، وبعدين اضغط على كلمة لايك اهي هتتكتب هنا، وادي الحروف. هبتدي ان انا اكتب مثلا لايك سنجل كود الكلمة وفي الاخر بيرسنت ساين. في الحالة دي هيطلع لي كل الريكوردز او السجلات اللي بتبتدي باول اربع حروف او خمس حروف دول وبعدهم اي عدد من الحروف يكون زي ما يكون. لو انا قلت له لو انا هنا اهو انا فاكره بس حرفين، فهبتدي ان انا اكتب الديستريكت، هضغط هنا على الديستريكت هتتكتب هنا، وبعدين اضغط على لايك وبعدين احط السنجل كود ما ننساهاش واكتب المجموعة الحروف اللي انا بدور عليها، وبرده هتكون النتيجه اهو نفس الاختيار اللي حصل هنا هو اللي حصل هنا، بس هنا انا فاكره اول مجموعه من الحروف وناسي الباقيين، هنا انا فاكره حرفين بس وناسيه الباقيين. نتيجه واحده ما بين الجدولين. بالنسبه لي النمبرز اقدر ان انا استعمل اعمل استعلام رقمي، وفي الحاله دي احنا هنستخدم برضو الريليشنال اوبريتورز اللي احنا استخدمناها من شويه في مع النصوص، بس هنا انا اقدر استعمل الاريثماتيك اوبريتورز اللي هو الزائد والناقص والضرب والقسمة، بمعنى ان انا اقدر ان انا استعلم مثلا عن المساحة اللي اكبر من او يساوي 5 مضروبة في 2، فهيطلع لي كل الريكوردز اللي المساحة بتاعتها مثلا اكبر من 5 كيلو ويضرب الناتج في 2. طيب الاستعلام الرقم البسيط بيتكتب ازاي؟ لو انا عايزة اطلع مثلا الاريا اللي بتساوي 53، فهكتب الاريا ايكول ال 53 من غير بقى كوتس، من غير السنجل كوتس اللي احنا اتكلمنا عنها. برضو انا ممكن استخدم الاكبر من اي ريليشنال اوبريتور اللي احنا اتكلمنا عليها، الاريا اكبر من 53.
طيب النتيجة هتبقى ازاي؟ النتيجة هتبقى كده، انا قلت له عايزة الاريا اللي اكبر من، وادخل قيمة اهو طلع لي الاريا اللي اكبر من 53، كل القيم هنا اكبر من 53 وثابت، باقيين ما عمل لهمش سيلكشن. لو انا قلت له عايزة الاريا اللي تساوي قيمة محددة اهو طلع لي القيمة المحددة اللي انا بدور عليها. الكيورد نل او is not null، يا اما بتتكتب is null يا اما بتتكتب is not null. null يعني قيم فارغة، وبالتالي انا بدور يا اما على حقول ما فيهاش قيم او حقول فيها قيم. لو انا قلت له الاريا is null يبقى هات لي كل الريكورد اللي ما فيهاش قيمة في الاريا، مش متسجل فيها قيمة. اما لو انا قلت الاريا is not null يبقى هات لي كل الاريا اللي متخزن فيها قيم. طب هتتكتب ازاي؟ هتتكتب كده اريا، اضغط على اريا من هنا وبعدين اضغط على is وبعدين اضغط على كلمة null. لو احنا شايفين هنا ادي الاريا اهو مش متخزن فيه قيم، وبالتالي لما عمل selection، لما انا طبقت الشرط ده عمل سيليكشن على الاثنين ريكورد دول او السجلين دول اللي هم مفهومش قيم. طب لو انا كتبتها هي بس كتبت is not null يبقى هات لي كل القيم اللي الاريا فيها فعلا values، فجاب لي كل الريكوردز اللي متخزن فيها قيم واستثنى بس السجلين دول لان هم مفهومش قيم. بالنسبة للاستعلام المركب، الاستعلام المركب هو الاستعلام المكون من أكتر من شرط. إحنا قبل كده كنا بنستخدم شرط واحد بس. طب هل إن أنا ممكن إن أنا أركب أكتر من شرط؟ في الحالة دي طالما أنا هركب أكتر من شرط فهيبقى اسمه استعلام مركب. استعلام مركب يعني مكون من شرط أو أكتر. طيب الدمج ما بين الشروط أو تركيب الشروط مع بعض، في الحالة دي أنا هستخدم الاند والاور. فأنا عندي الاند والاور والنوت، دول بيسمى الاستعلام اللي مكون منهم بالاستعلام المنطقي أو اللوجيكال كويري. بنستخدم فيه الاند أو بتسمى البوليان اند، والاور أو بتسمى البوليان اور والبوليان نوت، وده بيسمى بالبوليان لوجيك أو الاستعلام المنطقي. بيتكتب ازاي؟ الاستعلام المنطقي لو انا هستخدم الاند، ففي الحالة دي عندي شرطين، ادي الشرط الاولاني وبعدين اند الشرط التاني. الشرط الاولاني اند الشرط التاني. في الحالة دي لازم الشرط الاولاني يكون صحيح والشرط التاني يكون صحيح، يعني انا بدور حاجة بتجمع ما بين صفتين، بدور على الديستريكت اي اللي بيساوي شرق وفي نفس الوقت بيساوي سيدي جابر. يبقى في الحالة دي هيطلع لي نتيجة واحدة بس، one selection. انا هنا في الاستعلام المركب بركب اكتر من شرط مع بعض، بستخدم فيهم الاند او الاور او النوت، او ممكن ان انا استخدم اند واور في نفس الشرط وممكن استخدم معهم نوت، بس في الحالة دي بتبقى عايزة تركيز في كتابة الشرط عشان النتيجة تطلع صح. هنا بدور على صفة مشتركة، الشرط الاولاني متحقق والشرط التاني كمان لازم يكون متحقق، بدور على اسم الحي اللي بيساوي شرق وفي نفس الوقت الاسم او القسم يساوي سي دي جابر. بالنسبة للاور، انا بدور على الشرط الاولاني او الشرط التاني، وفي الحالة دي الشرط الاولاني يتحقق والشرط التاني يتحقق هيطلع نتيجة، الشرط الاولاني يتحقق والتاني ما يتحققش هيطلع نتيجة. هنكتب كده مثلا لو انا بدور على حي العمرية الديستريكت ايكوال عمرية، او الديستريكت ايكوال
برج العرب. النتيجة هتكون ازاي؟ هيدور على الديستريكت تتساوي العمرية اهي اختارها، وبعد كده عايز الديستريكت كمان برج العرب فاختار. اذن تحقق الشرط الاولاني وتحقق الشرط التاني، مش لازم الاتنين يتحققوا مع بعض، لهنا ديستريكت هنا مش ممكن، استحالة ان الشرطين يتحققوا مع بعض. طيب بالنسبة لي الاستعلام النصي المركب، طيب هيتكتب ازاي؟ هيتكتب الديستريكت ايكوال برج العرب and القسم ايكوال برج العرب. يبقى هنا بدور على حي العمرية وقسم العمرية، يبقى بدور على صفة مشتركة ما بين الاثنين. اهي ادي بدور على الديستريكت بيساوي برج العرب، وفي نفس الوقت القسم يساوي برج العرب، وفي الحالة دي طلع لي الاثنين ريكورد دول، لان دول اللي بيتطبق عليهم، دول اللي الشرط فيهم متطبق صح. الشرط الاولاني صحيح متحقق، والشرط الثاني كمان متحقق، اذا الشرطين متحققين. عشان الاند عشان تتطبق وتطلع نتيجة لازم يكونوا الشرطين متحققين، وبالتالي طلع لي اتنين ريكورد بس من 22 قيمة، هم دول بس اللي انطبق عليهم الشرط اللي انا كتبته. الاستعلام الرقمي المركب بيعتمد على ارقام، فلو انا مثلا عايزة اطلع مساحة الحي اللي اكبر من 130 and محيطه اكبر من 79، يبقى في الحالة دي لازم الشرطين زي ما اتفقنا يكونوا متحققين. انا عايزة المساحة اكبر من 130 طلع ده وده، لو احنا خدنا بالنا كلهم اكبر من 130. الله طب هو ليه مختار لي 3 من 5 مش مختار دول؟ هو مش مختار الاثنين ريكورد دول لان ده مساحته 130، لان ده مساحته 194. الشرط الاولاني صحيح لكن الشرط الثاني مش صحيح، لكن هنا 130 و79 الشرطين صحيح، 182 و83 الشرطين برضو صحيح. اذا تاني انا بكرر في الاند، لازم الشرط الاولاني يكون متحقق وكمان الشرط الثاني يكون متحقق. بيتكتب ازاي؟ بيتكتب الاريا اكبر من او يساوي 130 and the perimeter او المحيط اكبر من او يساوي 79. بجمع ما بين شرطين، كل شرط فيهم عبارة عن استعلام رقمي ومركب، اذا انا هستخدم الكيورد and عشان اجمع ما بين شرطين. النتيجة هتبقى مختلفة خالص لو انا استخدمت اور. لو انا قلت له عايزة مساحة الحي اللي اكبر من 130 اور، او مساحة الحي او المحيط اكبر من او يساوي 79، زي ما اتفقنا حقق الشرط الاولاني كل الريكوردز اكبر من 130. اذا مجرد تحقق الشرط الاولاني هيدي نتيجة، وتحقق الشرط التاني هيدي نتيجة، ما مش لازم ان الاثنين يتحققوا مع بعض، مش لازم الاولاني يكون صح والتاني يكون صح مع بعض زي الاند، اي واحد فيهم يتحقق هيطلع نتيجة. هتتكتب ازاي؟ اهو لو جينا بصينا على الجزء العملي بالنسبة لي الاند، فحلاقي بيتكتب الاريا اكبر من 130 and the perimeter اكبر من 79. في الحالة دي طلع لي كام قيمة؟ طلع لي 3 ريكورد بس من كل الريكوردز، لان هما دول اللي بينطبق عليهم زي ما اتفقنا الشرط مع بعض. بالنسبة لي الاور هيتكتب اريا اكبر من او يساوي 130 اور البرامتر اكبر من 79. طيب في الارك جي اي اس هكتبها، هتكون النتيجة ايه؟ تحقق الشرط ده هيطلع نتيجة، وكمان تحقق الشرط ده لوحده يطلع نتيجة، وبالتالي عدد الريكورد هنا بقى ازيد من المرة اللي فاتت، لان هنا الشرطين مش لازم يتحققوا في نفس الوقت مع بعض. بالنسبة للنوت، بتستخدم مع الارقام وبتستخدم مع السترينج او التكست او النصوص، لكنها هي الوحيدة اللي بتبدأ قبل ما اكتب الشرط، يعني بنفي الشرط الاول وبعد كده اكتبه. فلو انا قلت له عايزة جميع
الأحياء ما عدا الحي ده أكتب not district equal واسم الحي. يبقى في النتيجة ده الوحيد اللي مش هيتعمل له selection، وهيتعمل selection لكل الريكوردز التانيين. نشوفها عملي كده. لو أنا قلت له not أهي النوت أهي، وبعدين اسم الفيلد اللي موجود هنا، وبعدين قلت equal واسم الحي، يبقى في الحالة دي طلع جميع الريكوردز أو جميع السجلات ما عدا الحي اللي أنا كتبته هنا. دلوقتي ننقل الجزء العملي ونشوف إزاي هنطبق الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عليها في المحاضرة. نفتح برنامج الأرك ونفتح البروجكت اللي هنشتغل عليه. أول حاجة إزاي أوصل لي select by attribute، يا إما من قائمة selection بختار select by attribute بيفتح لي الدايلوج بوكس اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرة، أو الطريقة الثانية وأنا واقفة على اسم الشيف فايل رايت كليك واختار open the attribute table ومنها بلاقي select by attribute. نبتدي ننفذ الاستعلامات اللي احنا اتكلمنا عليها في البداية. ننفذ الاستعلام النصي البسيط. فمثلا لو هنا انا هشتغل على الديستريكت، ناخد مثلا الديستريكت ايه هنا الفيلد ده، عايزة اطلع منه كل الحقول اللي قلنا مثلا عليها مثلا غرب. فهكتبها ازاي؟ هكتبها كده، هكتب اسم الفيلد اهو ديستريكت ايه equal واضغط على get values عشان يجيب لي القيم بتاعت الفيلد ده في الخانة دي. فاضغط على get unique values، جاب لي كل القيم من اول ريكورد لحد اخر ريكورد تحت خالص اهو. مثلا هقول equal غرب double click واضغط على apply، الاقي هنا حصل selection اهي، جاب لي كل اختار لي غرب من كل الريكوردز الموجودة 2 من 22. ولو جينا بصينا هنا على الشيب فايل فهلاقي من هنا مختار اهو من الفيتشرز مختار الاثنين اللي بيمثلوا حي غرب. طيب لو انا دلوقتي عايزة اجيب كل الاحياء اللي بتبتدي من حرف الجي فما فوق، فهكتبها ازاي؟ هكتب كده greater than or equal اهي حي غرب apply، جاب لي كل الأحياء اللي اسمها بيبتدي من حرف الجي فما فوق وساب الـ A والـ B. وممكن ان انا اقول not equal اهي not equal، يبقى في الحالة دي هيجيب لي كل الأحياء ما عدا غرب apply كله ما عدا غرب. لو احنا جينا دلوقتي نطبق اللايك، احنا قلنا ان اللايك برضو بتستخدم على مع الاستعلام النصي البسيط أو الاستعلام النصي المركب. أنا ممكن أن أنا أعمل أكتر من شرط واستخدم فيه لايك. الأول هعمل كلير عشان أمسح كل ده أهو، أنا مسحت كده الشرط. هكتبها إزاي؟ هكتب district E وبعدين أكتب لايك، وبعدين أنا مش فاكرة من اسم الحي إلا إن هو بيبتدي بحرف جي. أكتبها إزاي؟ أقوم واخدة سبيس كده أكتب سنجل كوت، وبعدين لو أنا هنا إحنا قلنا إن بالنسبة للإنجليش هو sensitive case، فلو أنا كتبت كده جي يبقى أنا عايزة الأحياء اللي بيبتدي بحرف جي وبعدين بيرسنت ساين أي عدد من الحروف وبعدين أقفل تاني وأقول أبلاي كده، مفيش أي سيلكشن. إنما لو جيت هنا صلحتها زي ما هي داخلة في الجيو داتابيز كابيتال جي كده هو، وأنا عملت أبلاي، يبقى في الحالة دي هيختار لي من الفيلد اللي اسمه ديستريكت إي كل الريكوردز اللي بتبتدي بحرف الجي وبعدها أي عدد من الحروف. فلو جينا هنا جربنا، هنا عندنا العجمي وفي العمرية، فلو أنا قلت له هنا بيبتدي بحرف الإيه كده هو، هبص لقيه طلع لي الأربعة ريكورد دول لأن بيبتدي بحرف الإيه وبعدها أي عدد من الحروف. طيب لو أنا عايزة أجيب العمرية أقوم حط هنا بعدها ليتر تاني، أحط أنا عايزة مثلا الإيه إم. طب لو أنا مش فاكرة نمبر 2 هو أنه الليتر بالنسبة لي مش معروف وبعد كده أنا فاكرة إن كان في إيه، قلت له أبلاي، يبقى هنا كل الريكوردز اللي بتبتدي بحرف إيه
وبعد كده unknown letter وبعدها حرف الايه، يبقى هنا في الحالة دي العمرية مش هتطلع، لأن تالت حرف لازم يكون ايه وبعد كده أي عدد من الحروف. لو جينا نشتغل على الفيلس العربي بتشتغل زيها بالظبط. لو جينا ندور على الحي اللي اسمه برج العرب اكتبها ازاي اهي، واقول له equal واضغط على equal وget values كل الاحياء اهي. مثلا لو قلت الساحل الشمالي لاي الساحل الشمالي هنا، لو اكبر من، لو انا هقول اكبر من مثلا برج العرب هختار برج العرب هشيل دي واختار مثلا برج العرب، كل اللي الديستريكت فيهم اسمها برج العرب. طب لو انا قلت اكبر من او بيساوي، يبقى في الحاله دي هيجيب لي الحروف من اول حرف الباء فما فوق ابلاي، ساب الالف ساب الالفات واخد الباء فما فوق. لو قلت نوت ايكوال يبقى هيجيب لي كل الريكوردز اللي لا تساوي برج العرب وهيختار لي كل الباقي، اهو استثنى برج العرب واخد كل الباقي. أظن إن شاء الله إن كده الاستعلام النصي البسيط سهل. لو جينا اتكلمنا على الاستعلام الرقمي، زي ما احنا بنقول استعلام رقمي إذن بيشتغل على حقول رقمية، يبقى في الحالة دي أنا أدور على الحقول الرقمية وهي دي اللي أنا هشتغل عليها. أنا عندي أهو تو فيلز عرب أرقام، هشتغل مثلا على الأريا، فلو جيت هنا هشيل كل ده كلير واقول له انا هشتغل على الاريا اللي ايكوال، اختار اي نمبر فيهم، ممكن اقول له من هنا جيت فاليوز او ممكن اخده من هنا كوبي، انا بدور على كل الاريا اللي تساوي النمبر ده، باجي هنا واقول له كوبي واجي احط النمبر هنا بيست ابلاي اهو ده 431. لو عايزه التي لا تساوي 431 يبقى هيجيب لي كله ما عدا ال 431، الاكبر من او خليها الاقل من، المره دي اقل من كل اللي القيم بتاعته اقل من 431 او تساوي، لان انا قايله ايكوال ممكن اشيل الايكوال واخليها للزان او اقل من على طول، يبقى في الحاله دي هو هيستثني ال 431 هيطلعها وهيختار كل الفاليوز الثانيه اللي اقل من 34. هنطبق دلوقتي الكي وورد نل لان احنا قلنا ان هي بنستخدمها مع الحقول الرقميه، لكن لازم ان هي تكون فيها قيم فارغه او قيم غير فارغه. يعني لو انا جيت قلت له انا عايزه الاريا is not null اهو، الاريا الفيلد الاريا اللي فيه قيم غير فارغه، مفيش اي قيم غير فارغه، كل القيم فيها values مفيش empty values خالص. طيب عشان انا اسمح ب empty value فهو هنا حقيقي مش هيسمح ب empty value، هو مش بيسمح ب empty values الا لو كانت view database، هنا هيطلع لي error. علشان كده انا هجرب ازاي ان انا اشتغل على لو دي شيب فايل عاديه هشتغل ان انا اخليها view database، وهفتح الارك كاتالوج وهاجي على اسم الشيب فايل اهي هنا اهي، وهاجي اقف عليها واقول له export لي جيو داتابيس، طبعا هي سنجل لان انا هعمل كونفرت ل شيب فايل واحده فهي سنجل، مالتيبل لو انا عايزه اختار كذا شيب فايل واحولهم كلهم من شيب فايل الى فيتشر كلاس، ويمكن احنا لسه ما شرحناش الفيتشر كلاس والفيتشر داتا سيت والجيو داتابيس ان شاء الله في دروس قادمه. فهختار جيو داتابيس سنجل، ده اسم الشيب فايل ودي كل الاتريبيوتس الموجوده في الاتريبيوت تيبل، هنا اختار اسم الجيو داتابيز وليكن هضغط عليها واضغط على اد واسمي هنا الفيتشر كلاس هسميها زيها بالظبط، هاخد كده كوبي بيست اوكي. يبقى كده كل اللي هو هيعمله ان هو هيحول الشيب فايل دي الى فيتشر كلاس، يعني هيحطها جوه الجيو داتابيس دي بحيث ان انا اسمح بقيم فارغه، لان الشيب فايل ما بيسمحش بامتي فاليوز او نون فاليوز. افتح البروبرتيز الخاصه بيهم وليكن انا عامله فيلد جديد اسمه كالك على اساس ان انا هعمل فيه بعض العمليات الحسابيه، هاجي هنا مسموح بالنون فاليوز مسموح بيها يس مسموح بيها نو مش مسموح بيها مسموح بيها خلاص اوكي. هاجي هنا افتح الاتريبيوت تيبل واجي على الفيلد اللي انا سمحت فيه بالقيم الفارغه، هنا هفعل الاديتور اديت
وهاجي هنا اخلي ده null، ظهر القيم null values اهي. لو انا جيت دلوقتي شغلت ال select by attribute وجيت هنا هيتكتب ازاي بقى؟ اهو في قيم، هنا في قيم كلها اصفار، وهنا في قيم فارغة. اسم الحقل is null، هاد القيم الفارغة اللي موجودة او ال empty values الموجودة في الفيلد اللي اسمه calc apply. اختاري 3 records. لو انا قلت له is not null اللي فيها قيم، اذا هيختار كل ال values فيما عدا الثلاثة ريكورد دول. apply. نجرب دلوقتي نشتغل على الاستعلام المركب النصي والاستعلام المركب الرقمي. احنا قلنا ان في الاستعلام المركب انا بركب اكتر من شرط مع بعض، وبالتالي انا بستخدم and و or. نشوف الشرط هيتكتب ازاي. وليكن ان انا هشتغل على الاستعلام النصي في البداية. انا عايزة جميع الديستريكت اي هنا لازم يكون، لو احنا هنستخدم الاند لازم يكون حاجة موجودة هنا وموجودة في نفس الوقت هنا. فمثلا لو جينا هنا بصينا على حاجة بتجمع ما بين الاثنين هنا اهو، لو انا قلت له انا عايزة ديستريكت اي مع القسم اي، يبقى في الحالة دي هيطلع القيم المتشابهة هنا، يبقى موجودة هنا في الفيلد ده وموجودة كمان في الفيلد ده. طيب نكتبها ازاي؟ هكتب الاول الفيلد الاولاني، هكتب هنا الديستريكت اي ايكوال واحط الفاليو بتاعته، اقول له جيت فاليوز. الفاليو ايه؟ احنا اتفقنا العجمي. اند الفيلد التاني اللي هو قسم اي، يبقى قسم اي ايكوال وبرضو اجيب الفاليوز بتاعته عجمي. يبقى في الحالة دي لازم تكون القيمة بتجمع ما بين موجودة هنا وفي نفس الوقت موجودة هنا. طيب احنا ممكن ان احنا نشتغل ايه كمان؟ ممكن نشتغل على برج العرب، نشيل دي بس اتاكد ان انا الفاليوز اللي موجوده هنا الخاصه بيه الديستريكت. جيت فاليوز واجي هنا اعلم على دي واقول له انا عايزه برج العرب. هنا في 2 في اندر سكور وفي داش، هنا في داش يبقى داش. وهنا اجي على القسم اشيل برضو دي، واجي على القسم اجيب الفاليوز بتاعتها واشيل دي واحط قيمة برج العرب. طبعا هنا في غلطة، لو انا جيت قلت له verify فهيطلع في ايرور لان هنا في سنجل كود زيادة، اشيل السنجل كود دي. وهنا في كمان حاجة زيادة اشيلها كده تمام. وهنا كمان في سنجل كود اهو، لو انا قلت له كده verify شوفوا كده مظبوط، مظبوط expression successfully. اوكي apply، جاب لي اللي في الفيلد الاولاني اسمها برج العرب واللي في الفيلد التاني برضو اسمها برج العرب. اذا اند لازم تكون الشرطين متحققين، متحقق في الكولوم الاولاني ومتحقق في الكولوم التاني. لكن في حالة الاور مختلفة تماما. في حالة الاور اي من الشرطين صح الاكسبريشن هيتظبط. يعني لو انا قلت له مثلا هات لي القسم اللي بيساوي مثلا برج العرب او القسم اللي بيساوي مثلا سيدي جابر، ابلاي اهو. كل الريكوردز اللي فيها سيدي جابر مع ريكوردز موجوده في برج العرب. طيب انا ممكن انا هنا اشتغلت على القسم بس، انا ممكن اشتغل على 2 فيلد زي ما اشتغلنا في الاند. فانا ممكن هنا اجي هنا اشيل دي خالص واقول له في الديستريكت بقى وايكوال وجيت فاليوز. اي فاليو، اي فاليو هيشتغل معايا. ليه؟ لان هو بيشتغل على اي من الشرطين اتحقق. فهنا قلت له انا عايزه من القسم ايه برج العرب، قسم ايه برج العرب، فجاب لي الاربعه دول. وفي نفس الوقت قلت له انا عايزه الديستريكت بغرب، عم راح دور على الديستريكت وجاب لي غرب. يبقى في الحاله دي طلع لي كام ريكورد؟ طلع لي 6 من 22، لان الشرط ده بيحققه 4 والشرط ده بيحققه 2، اذا طلع 6 ريكورد من 22. لو جينا اشتغلنا على الحقول الرقمية، الشغل على الأرقام هو هو الشغل على التكست. البريمتر إيكوال وأي فاليو من الفاليوز الخاصة بيه أبلاي أهو، جاب لي القيمة دي. طيب أنا عايزة دي إن الأريا بتساوي جيت فاليوز
الاريا كام قدامه؟ واحد. ابلاي، يبقى هنا عمل سيليكشن نفس الريكورد، الاريا بقد كده والبريمتر بقد كده، الشرط الاولاني صحيح والشرط التاني صحيح. لو احنا جينا هنا قلنا اور بدلناها باور، هنلاقي طبعا هتطلع نفس النتيجه. لكن لو جينا هنا بدلنا الفاليو دي وقلنا له مثلا كده ابلاي، يبقى في الحاله دي اختار اتنين ريكورد. لو انا قلت له عايزه اللي الفاليو بتاعه البريمتر بتساوي 4 والاريا اكبر من مثلا 4.9، والاريا اكبر من او تساوي كده، في الحاله دي جاب لي البريمتر اللي بيساوي الفاليو اللي انا قلتها له والاريا بتاعت كل الريكوردز الثانيه اللي اكبر من 4.9 بما فيها الفاليو دي، لان الفاليو دي الشرط الاولاني فيها صحيح، الشرط الاولاني هنا صحيح والشرط الثاني صحيح، واحنا قلنا ان في اور اي من الشرطين صحيح هيتم الاختيار، فهنا الشرط الاولاني صحيح والشرط الثاني صحيح، اذا هيتم الاختيار الواحد مع انه مش اكبر من 4.4. الا ان هو اختاره لان هنا الشرط الثاني صحيح. فاضل كده تقريبا النوت بس ما استخدمناهاش، استخدمنا كل الكيورد اللايك والاند والاور والنوت. النوت احنا قلنا بتستخدم مع التكست اتريبيوت، فهنا لو انا قلت له نوت الديستريكت اي، نوت ديستريكت اي ايكوال واي فاليو، وليكن هنا مثلا وسط جيت فاليو مثلا او عمريه، يبقى هنا هيختار ايه؟ جميع الحقول ما عدا العمريه، وممكن اركب معاها يبقى شرط كومباوند الديستريكت اي ايكوال غرب. يبقى كده انا مش عايزه كل الديستريكت اي اللي فيها عمريه او اللي فيها غرب، لازم ان انا استخدم الاقواس عشان ما يطبقش النوت على الشرط الاولاني بس، لا يطبق النوت على الشرطين. فهنا بقول له نوت الديستريكت اي تساوي عمريه، انا مش عايزه العمريه خالص، فبالتالي استثناها. ومن الديستريكت اي برضو انا مش عايزه غرب، يبقى في الحاله دي استثنى الاربع ديستريكت دول. يبقى في الحاله دي انا ممكن ان انا استخدم الكيورد زي ما احنا شفنا مع الشروط المركبه اللي بركب فيها اكتر من شرط، بشرط ان انا استخدم هنا الاقواس، لان الكيورد ما تتطبقش على النص الاولاني، لا الكيورد تتطبق على الشرط كله او الكونديشن كله. اذا حبينا نجرب من هنا طريقه السلكشن، احنا اتكلمنا في المحاضره على اربع طرق، احنا كل ده بنشتغل على create new selection، اذا كل مرة انا بعمل selection جديد. فمثلا لو انا جيت هنا قلت له عايزة الديستريكت، عايزة الديستريكت equal get values مثلا عمرية هنا اهو، ومن selection ده هضيف عليه selection تاني، فاقول له add new selection، عايزة ايه؟ عايزة مثلا تضيف على selection ده كمان العجل، يبقى في الحالة دي أخذ العجمي وضفها على السيليكشن اللي كان موجود قبل كده. ممكن أكمل تاني أضيف على السيليكشن ده حاجة تانية، ممكن أضيف عليه غرب، يبقى كل مرة بيضيف إلى السيليكشن اللي أنا كنت عاملاه قبل كده، مش بيبتدي سيليكشن جديد. لو جينا نجرب ريموف من الكرنت سيليكشن، يبقى أنا من الكرنت سيليكشن يعني من السيليكشن اللي أنا مختاراه دلوقتي يشيل مثلا غرب، أبلاي شال غرب، قلت له شيل برضو منه من السيليكشن نفسه عجمي، يبقى هنا كل مرة بيختار سيليكشن جديد هنا بيضيف للسيليكشن الحالي سيليكشن تاني، هنا بيشيل من السيليكشن، هنا اخر واحدة اللي هي سيليكت من السيليكشن. ففي الحالة دي مثلا انا هزود هنا هقول له سيليكت كمان العجمي، مثلا هقول له اد العجمي اهو. لو انا قلت له سيليكت من الكرنت سيليكشن، هات لي بقى من الكرنت سيليكشن ده هات لي العجمي بس، يبقى في الحاله دي اختار التو ريكوردز دول واستبعد الريكوردز الباقيين. كل السيليكشن اللي انا اخترته اقدر ان انا اعمل له سيف في طبقه جديده، ازاي؟ عن طريق ان انا اقف على اسم الشيب فايل اللي انا شغال عليها ورايت كليك واختار داتا اكسبورت داتا، مختار السيليكتد فيتشر، اذا هو هيعمل اكسبورت لي سيليكتد فيتشرز فقط، اختار المكان واسميه مثلا اكسبورت اوتبوت، اوكي اضيف الشيب فايل جديده يس.
فهنا الشيف فايل الجديدة أنا متوقع فيها جميع الريكوردز فيما عدا غرب وما عدا العامرية. أفتح كده الأتريبيوت تيبل الديستريكت إي أهو اللي احنا شغالين عليه، فعلا جميع الحقول فيما عدا أهو، نجيب ده كده جنبه هنا، جاب لي جميع الريكوردز فيما عدا غرب وما عدا العمرية. وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.